مشاهدينا الكرام، لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من برلين الخبير الامني والعسكري السيد محمد فوزي اللامبي. اهلا بكم سيد محمد. بدايه، انباء عن احاله الداخليه 34 ضابطا للتحقيق بتهم التخاذل عن حمايه مقرات الاحزاب. هل تعتقد ان الضباط كان يجب عليهم ضرب المتظاهرين بالنار؟ تحيه طيبه لك سيدي والمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. يعني واضح سيدي من خلال تصرفات هذه الحكومه انها هنالك هذه الحكومة منذ عام 2003 وإلى اليوم هي تشجع على ثقافة الجريمة داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. جميع الحكومات التي حكمت وإلى اليوم لم يتم هنالك محاسبة عسكري أو ضابط في ارتكابه جريمة رغم الكوارث والجرائم التي حدثت. قانون العقوبات العسكرية أصلا هو قانون معطل، مادتين فقط عاملة فيه، أنه الهروب والغياب وعصيان الأوامر العسكرية، هذه ما يعمل. أما الفساد والرشوة وغيرها والقتل العمد لا تعمل. أنا أعتقد سيد الكريم بأن محاسبة الضباط في حادثة البصرة تحديدا هنالك علامة استفهام كبيرة. أن السفارة الإيرانية، حرق السفارة الإيرانية، أعتقد اليوم ما يجري هو محاولة معاقبة هذه الضباط لكي يكونوا عبرة من خلال حلق السفارة الإيرانية، كون أن ما حدث في بغداد أكبر وأضخم. دخل المتظاهرون في إلى داخل المنطقة الخضراء، قاموا بتخريب مجلس النواب، السلطة التشريعية، وتخريب المراكز مهمة في قيادة الدولة في بغداد. لم يحاسب ضابط ولم يحاسب عسكري. طيب، إذا كان هناك تحقيق فتح من أجل حرق المباني من قبل المتظاهرين بالنسبة للضباط، فلماذا لم يفتح تحقيق في قتل المتظاهرين؟ هذه هي المشكلة سيدي الكريم، أن نحن نقول بأن هذه الحكومة حكومة تشجع على ثقافة الجريمة داخل هذه المؤسسة العسكرية من خلال إغفال القانون العسكري وتعطيله بصورة كاملة، وفي نفس الوقت محاسبة الضباط والمراتب الذين يلتزمون بشرف المهنية وشرف الخدمة العسكرية ولا يقتلوا ولا يقوموا ويشتركوا بهذا القمع. رغم أن قانون العقوبات الذي أصدرته هذه الحكومة وهذه البرلمان عام 2007 يقول في المادة 24 ثانيا يعد الأدنى رتبة شريكة في ارتكاب الجريمة إذا علم أن الأمر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو مدنية. يعني لا عذر لا لهذا الضابط ولا للجندي. الجريمة إذا حدثت الجميع مشترك فيها، لكنهم اليوم لا يطبقوا هذا القانون. اليوم نجد قانون آخر أنه رأس الدولة فاسد ويجب أن على الجميع اتباع هذه الأوامر العسكرية. وأنا أعتقد بأن على مثل هذه الأمور أن لا تفوت المواطن العراقي ومنظمات حقوق الإنسان وأن يجعلوا منها قضية رأي عام. هل تعتقد أن هؤلاء الضباط سيكونون كبش الفداء بالنسبة للسلطة من أجل إظهار صورة أجمل لهذه السلطة، لأنها أو قد تفبرك هذه القضية بشكل أو بآخر لإظهار هؤلاء كذلك أنهم هم ربما المتورطون بعمليات الاغتيال التي طالت المتظاهرين؟ يعني أنا أتوقع من هذه الحكومة سيد الكريم ما تفضلت به جنابك. بالتأكيد هؤلاء قد يكون هنالك إجراء صارم بحقهم، وقد تكون هنالك فبركات، وإن دل على شيء يدل إلى أن حكومة عادل عبد المهدي لا تختلف عن حكومة العبادي والمالكي ومن غيرها في قمع الحقائق وفي التستر على الجنات، وفي نفس الوقت في محاسبة من يمتلك شيئا من الضمير والأخلاق في داخل المؤسسات العسكرية. وهذا كما ذكرنا في البداية هو تشجيع على ثقافة الجريمة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية. السيد محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك.